أهلا بيكم من جديد وصباح الخير يا مصر. على مدار الفترة اللي فاتت كان في مسابقة مهمة جدا نظمتها أكاديمية البحث العلمي تحت عنوان تحدي مصر للصناعة. مجموعة كبيرة جدا من الشباب والطلاب على مستوى الجامعات المصرية قدموا مشروعات مختلفة ومتنوعة مبدعة ومتميزة جدا لحد ما أفرزت المسابقة عن أفضل ثلاث مشروعات على مستوى الجمهورية. مشروع من الثلاثة دول حصل على المركز الأول وكان مشروع لافت جدا عبارة عن روبوت اسمه ميكا بايروس. وظيفته هو إطفاء الحرائق المتقدمة والخطيرة. ميكا بايروس كمان بيشتغل بتقنيات جديدة جدا هي تقنيات الذكاء الاصطناعي وما يعرف بإنترنت الأشياء، مواد بتتحمل درجات حرارة عالية جدا. تعالوا نتعرف مع حضراتكم على ابتكار وإبداع الشباب المصري اللي فاز بالمركز الأول وروبوت ميتا بايروس مع ضيوفنا اللي منورينا النهاردة المهندس حسين صلاح وهو التيم ليدر للفريق الحاصل على المركز الأول في مسابقة تحدي مصر للصناعة، ومحمد نجاح عضو الفريق الحاصل على المركز الأول. برحب بيكم وببارك لكم، يعني ما شاء الله حاجة تدعو كده للفخر. واسمك جميل جدا محمد نجاح. شكرا. فانت ناجح يعني ما فيش فصال يعني. هبتدي بالتيم ليدر، ايه قصه ميكا بايروس؟ هو احنا عشان قسم هندسه الانتاج والجسم الميكانيكي وده كان مشروع التخرج بتاعنا، فكان الهدف منه ان احنا نحقق مجموعه من الاهداف. الهدف الاولاني ده طبعا لازم يكون ليه علاقه بالقسم بتاعنا اللي هو التصميم الميكانيكي. تاني هدف ان احنا كنا عايزين النموذج ده، المشروع ما كانش مجرد بروتوتايب، لا ده كان يبقى حاجه تقدر تشتغل في الواقع. يعني المشروع بتاعنا يعني مش بس مجرد حاجه نظري فكره، لا انا لازم اطبقها على ارض الواقع. ومش بس بروتوتايب، يعني ممكن مثلا حاجه نموذج ويتركن، لا ده المشروع بتاعنا الحمد لله نفذناه بشكل ان هو يقدر يشتغل في الواقع، ينزل ويشتغل ويتعامل عادي مفيش اي مشكله. كان في هدف برضو ان هو يفيد المجتمع بتاعنا، فكنا درسنا وعملنا احصائيات لقينا ان مثلا في خسائر حوالي 1.2 مليار جنيه في 2022. عملنا شويه احصائيات فلقينا لا مجال الفاير فايتنج محتاجين ان احنا نطور منه. الفاير فايتنج اللي هو مواجهه الحرائق بالظبط. فتاني برضو حاجه اللي هو احنا كنا عايزين برضو مجال الروبوتكس نشتغل فيه، لان احنا برضو احنا بنعمل احصائيات او بندرس لقينا ان مثلا خلال الخمس سنين اللي فاتوا او في السنين اللي فاتوا او السنين اللي جايه لقينا مجال الروبوتكس بدا يستبدل العامل البشري في المجالات اللي فيها خطوره او فيها بتحتاج مجهود بدني كبير. فالروبوت مجال الروبوتات في الفترة الجاية هيتم تطويره في حوالين العالم، فاحنا قلنا لازم نطور من مجال الروبوتكس في مصر بحيث ان احنا نواكب التطور ده. واحنا عندنا تاريخ ما شاء الله في مسابقات كتيرة جدا وعندنا برضو خبرة في مجال الروبوتس بشكل كبير متعاقبة، يعني جيل بعد جيل بيضيف اضافات جديدة عليه. انا عايز اروح لبشمهندس محمد نجاح وميكا بايروس يعني ايه اولا عشان برضو نفهم السادة المشاهدين، وانا برضو بشكل شخص عايز اعرف يعني ايه ميكا بايروس، وكمان عايز اعرف من حضرتك ازاي ابتديتوا تجمعوا فريق العمل، يعني الخطوة الاولى قبل البداية والشغل على الارض كانت ازاي؟ اول حاجة ميكا بايروس هي الكلمة متكونة من مقطعين، اول مقطع اللي هو ميكا اللي هي باختصار لميكانيكال، بايروس معناها نار او حريق باللغة الاغريقية. بايروس يعني النار باللغه الاغريقيه. فهنا التكوين عمليه ميكا بايروس ده كان اسم يوسف الروبوت بتاعنا. تمام. فده جاي التسميه. اول حاجه طبعا الفريق، وده كان اهم حاجه، لان مهما كانت الفكره كويسه ومش معاك فريق كويس مش هتقدر تنفذها. تمام. فالفريق مش بس بيشمل الاشخاص اللي احنا معانا في التيم، لا كان برضو المشرفين علينا في المشروع، هيئه التدريس اللي بتساعدنا وتوفر لنا التسهيلات. قد ايه يا باشمهندس يعني عدد كطلبه؟ احنا كنا 9 طلبه في مشروع التخرج. قسمنا طبعا نفسنا على كذا جزء الروبوت عشان كل واحد او كل مجموعه هتبقى مختصه بجزء، ده مختص بالتصميم، ده بالتصنيع، ده بالكنترول، ده بالتنفيذ، عشان نشتغل بالتوازي مع بعض ونقدر نحقق الهدف او الفكره اللي احنا عايزين نحققها. بالنسبه بقى للمشروع ككل او ككتله كبيره قسمناها لكذا جزء صغير عشان عايز اقطعك بس، هو المشروع تخرج تبع انهي جامعه؟ جامعه المنصوره. المنصوره كليه الهندسه قسم هندسه التصميم والانتاج الميكانيكي. مبدعين دايما بتوع المنصوره، حاجه عظمه يعني. اتفضل. فقسمنا بقى الكتله الكبيره دي اللي هي تبان معقده لحاجات صغيره عشان تقدر تنفذها. الحاجات الصغيره ديت هي اللي بتشتغل عليها، فحاجه بحاجه حاجه ما هتجمعهم مع بعض انت الحاجه الكبيره، لما تبص لها من بره لا دي كبيره دي صعبه ما اقدرش اصنعها ما اقدرش اعملها، لكن لما يدخل جوه تبقى تفرطها او تعمل بريك داون لاجزائها هتلاقي ان حاجه بسيطه جدا او تقدر تصنعها في مصر فعلا، مش محتاجه ان انت تستوردها من بره، مش معقده جدا. فهنا جت بقى الشغل ان احنا بدانا نقسم نفسنا كتيمات. انا كنت مثلا في تيم الميكانيكال ديزاين،
كان معايا زمايلي فيه، كان باشمهندس حسين كان في تيم الكنترول والهاردوير، كان في زمايلنا في تيم التنفيذ والبروكيورمنت وبيشتروا المنتجات والتشغيل وهكذا. على مدار السنه الكامله او السنه الدراسيه اللي بدات من شهر 9 اللي فات كانت بدايتنا، بدانا نجمع التيم، بدانا اول حاجه نقعد في الايديشن ازاي نطلع الفكره دي، ازاي اخترنا الفكره دي زي ما زميلي حسين قال. بعد كده بدانا بقى في التصميم، اخذ مننا وقت كبير جدا. عشان هل شفتوا باشمهندس، وهروح لباشمهندس حسين، هل شفتوا نماذج استرشاديه سابقه واشتغلتوا عليها؟ بالظبط، هو ده برضو احد الحاجات اللي احنا كنا شغالين عليها زي ما قلت لحضرتك في الاول، ان احنا كان في تطوير كبير في مجال الروبوتكس بره مصر، فاحنا طب جوه مصر مفيش حاجه، اغلب النماذج او اغلب الكليات بتعمل حاجه بروتوتايب، احنا كنا عايزين حاجه تبقى موجوده زي اللي بره. فاحنا فعلا درسنا روبوتكس كتير، عملنا ريفرس انجينيرنج ليها، كان اجزاء الروبوتات او اجزاء الروبوت عندنا مش موجود ان احنا نشتريها، كنا لازم عشان نشتري حاجه زي قطعه مثلا زي الكاتينه او حاجه اسمها السوفل تكلفنا على الاقل $15,000، فبالنسبه لنا ده تكلفه كبيره جدا. فاحنا صنعناها من الصفر، يعني في قطعه زي السوفل دي قعدنا فيها 3 شهور بنعمل دراسه، بنعمل ريفرس انجينيرنج، بعد كده نفذناها من الصفر حرفيا، وطلعت زي نفس القطعه اللي انا بستوردها. انا مش عايز ابالغ واقول لحضرتك انها طلعت افضل، بس يعني اكتفي ان انا اقول مثلا ادتنا الوظيفه اللي احنا عايزينها بكفاءه عاليه جدا. كلفتكم قد ايه دي يا باشمهندس؟ هو الحمد لله احنا كنا واخدين دعم، احنا كتكلفه شخصيه ما فيش، لا احنا خدنا دعم. هي تكلفه القطعه السوفل دي كان واقف علينا تقريبا حوالي 5000 جنيه. 5000 جنيه وهي من بره لو انا اجيبها ب $15,000 بالظبط. يعني هي بس بتكون من قطع كتير جدا، احنا صنعنا كل قطعه لوحدها وركبناها. تاني حاجه برضو اللي هي الكتينه، الكتينه دي احنا مثلا كنا في الاول عايزين نستخدم عجل، بس العجل مش مناسب مع النار، يعني العجل لو مشى في النار مع حريق هيتحرق هيحصل فيه ثقب، لكن الكتينه دي زي بتاع سير الدبابه او مثلا سير الجراف. عشان نشتري حاجه زي دي برضو اعلى بكتير من $15,000. فلا احنا صنعناها حرفيا من الصفر، سسبنشن سيستم اللي هو نظام صوت بكل حاجه بحيث انها تتحمل مثلا 600 كيلو. احنا شايفين صور، احنا عايزين نشوف صور من الحاجات العظيمه دي. تمام. احنا يعني وقفنا مثلا كنا بنقف بالسته بالسبعه عليها، بنقف بالسته او بالسبعه على الاشخاص على الروبوت ويتحرك بيها نجرب الكتينه دي. احنا شايفينه ده هو ال ايوه مظبوط. أيوة هو ده هو ده التست. احكي لنا بقى التفصيل عشان نقرب الصوره كده للناس. الجزء العلوي ده انا كنت لسه بعمل في البدايه خالص، كنا لسه بنعمل تيست للمدفع بتاع الميه، ده الجزء اللي في النص ده والسويفل اللي هو في المدفع. المدفع بيكون يعني جواه 2 سويفل. فده برده كان في ورش الكليه كنا لسه بنتصنع في الشاسيه. الشاسيه برده احنا يعني عملنا عليه دراسه بحيث ان هو ستريس اناليسيس، بحيث ان هو يعني اوزان، في اوزان كبيره الروبوت، بحيث ان هو لو في انهارات حصل عليه انهيارات في اوزان كبيره. احنا اعتقد يا باشمهندس لازم يبقى برده في خفه مرونه للروبوت، لانه في اماكن الحريق لازم يبقى في حركه سريعه ليه عشان يواجه مصدر النار. يعني ما هو الفكره بتاع الروبوت ان هو مصمم للمناطق الصناعيه او مثلا المناطق البتروليه، فحسب بحيث لو في حصل انفجار او انهيار او غازات سامه الروبوت هيتم التحكم فيه عن بعد مثلا مسافه توصل ل 500 متر بدون حواجز. فانا مثلا رجل اطفاء او ايا يكن الشخص اللي هيتحكم في الروبوت هيقف على مسافه كبيره جدا، هيدخل مكان اللي فيه خطوره، في غاز، في انهيار، في اي حاجه، لا الروبوت هيدخل هيتعامل مفيش اي مشكله، في كاميرا مثبته عليه هتمكنه من ان هو يقدر يتحكم في الروبوت. خلاص هو عارف الوضع، هيبدا في اطفاء، عمليه في الاطفاء فورا. دي بتتم بقى هنا زي ما احنا قلنا في البدايه بفكره الذكاء الاصطناعي وما يعرف بانترنت الاشياء، لانه ده برضو مصطلح جديد في عالم الانترنت، عايزين نقربه للساده المشاهدين. ازاي طبقتوه ما يعرف بانترنت الاشياء، ان الاشياء هي يتم رقمنتها وبشكل كبير والتحرك بها او التعامل معها بشكل آلي. ازاي ده حصل باشمهندس نجاح في ما يتعلق باستخدام تقنيه الذكاء الاصطناعي في الروبوت؟ هو انا هقدر اجاوب الجزء ده. الجزء ده بالاي او تي والفكره بتاع الروبوت، ان مثلا انا عندي لو رجل اطفاء هو موجود في مكان تاني او مثلا الحمايه المدنيه موجوده بعيده خالص عن المصنع اللي حصل فيه الحريق، بس الروبوت موجود هناك، فالفكره ان الروبوت هيتم ربطه بسيرفر، فانا مجرد ما يجي لي اشعار ان في حريق انا الحمايه المدنيه هتبدا فورا بالتحكم بالروبوت ان هو يكون بعمليه الاطفاء. فهو الهدف الفكره الاي او تي اللي هو انترنت اوف ثينجز، انترنت الاشياء، ان انا هقدر اتحكم بشيء اللي هو الروبوت. أيوة. عن طريق الانترنت. فهي دي الفكره، استخدام الشيء من خلال شبكه الانترنت. بالظبط هو ده الاي او تي. فانا الحمايه المدنيه خلاص عرفت ان في حريق، هتبدا مش هتستنى مع عربيه الاطفاء توصل لمكان الحريق، لا ده هو فورا الروبوت هيبدا بالتحرك، يعني تكلفه الروبوت مش هتبقى على الحمايه المدنيه، لا ده هتبقى على المصنع نفسه، فالحمايه ده هتبدا تحكم في الروبوت نفسه يوم، يعني على الاقل مينيمم خالص هيجي لهم ريبورت عن طريق الروبوت الوضع عامل ايه، يعني هو الروبوت هيقدر يخش مكان الحريق بالظبط، رجل الاطفاء مش هيقدر يخش مكان، يعني مكان انفجارات في غازات سامه انهيارات، لا مش هيقدر،
الروبوت هيخش جوه هيدي حاله، الحاله عامله ايه، المكان اللي حصل فيه عضب او عطل او حريق او سبب الانفجار ايه بالظبط، فمثلا ساعتها يقدروا يتصرفوا. او هو مثلا لو الروبوت مش هيقدر يكون كافي ان هو يتعامل مع الحاله، على الاقل هيدي ريبورت او تقرير للحمايه المدنيه ايه الوضع عشان يقدروا يبداوا يتعاملوا. فكره عظيمه وهايله جدا. وبرده عايز اسال، هل مش مطبقه عندنا في مصانعنا؟ يعني ما فيش استخدام آلي او روبوتس بشكل كبير في المنشآت الصناعيه اللي موجوده في بلدنا بيستخدموا الروبوتس يا باشمهندس محمد؟ في مصر للاسف مجال استخدام الروبوتس في الاطفاء الحرائق مش منتشر قوي، او ما لقيناش شركه بتنتج النوع ده من الروبوتس. لقيناه بس موجود بره مصر زي شركه ميلرم روبوتس وشركات تانية. مش منتشر ليه؟ معلش انا اسف، مش منتشر في مصر. هل مكلف جدا؟ هل تكلفته عاليه؟ التكلفه زي ما حضرتك شفت احنا صنعناه كله كامل بتكلفه تقريبا 120,000 جنيه. ممكن يعمل حديثات هيكلف اكتر، ممكن يعني ماكسيم هيبقى 200,000 جنيه. فالتكلفه ان هو مش الفكره مش شائعه، الفكره مش سائده. شايفين ان النظام العادي احنا بنركبه اللي هو النظام اللي بيكون موجود في السقف وبيشتغل لما يكون في الارم او السنسور، اللي هو الفاير سيستم، شايفين ان ده كافي او ان رجال الاطفاء عندهم كفاءه عاليه. طيب لما رجل الاطفاء ده يبقى في خطر على حياته طبعا، اكيد ان انا اضحي بالروبوت لو حصل له اي مشكله، فاكيد احسن بالنسبه لي من الرجل الفضائي يتصاب او يحصل له حياته وفاه لا قدر الله يعني. واكيد يعني في حالات لا قدر الله يا باشمهندس بتبقى الوصول لمصدر النيران او مصدر الحريق صعب جدا، البؤره صح. الجانب البشري او العنصر البشري يدخل لها، فاظن دي ميزه نسبيه مهمه جدا للروبوت ان انا ممكن ادخل لاماكن معينه فيها حرائق يصعب لل فرد الحمايه المدنيه انه يدخلها. صح، ده طبعا يصعب عليه بسبب مثلا ان في انهيار، بسبب ان في انبعاث غازات سامه، بسبب ان في اشعاع مثلا لو في المصانع اللي بتعمل مواد مشعه. فاكيد ما ينفعش نخاطر بالعامل البشري عشان هو يطفي الحريق، لا احنا العامل البشري يبقى في امان، هيتحكم في الروبوت عن بعد ان هو هيدخل جوه شايف الكاميرا، طبعا الكاميرا الحراريه والكاميرا العاديه، وشايف مصدر الحريق فين ويقدر يطفي الحريق. الروبوت طبعا مزود او مجهز بكذا طريقه اطفاء، طبعا الميه دي حاجه اساسيه، في مع الميه يبقى في الفوم ميكسر او تانك الفوم اللي بتخلط مع الميه عشان يطلع يعمل الخليط، في مزود باسطوانات CO2 او اسطوانات على حسب نوع الحريق اللي انت رايح له. عندنا كذا نوع حريق، كل نوع حريق بيتم اطفائه بطريقه معينه، زي حرائق الكهرباء مثلا بالCO2، في حرائق المعادن او حرائق ال ده بتبقى مجهزه، الروبوت مجهز بكل المواد اللازمه لاطفاء الحرائق بالظبط. عشان اغلب الطرق يعني احنا مش هنقول الطرق كلها، بس هو الفكره ان اغلب الطرق احنا في الاول خالص كنا عاملين ميه بس، فكنا رحنا قعدنا مع مدير الحمايه المدنيه في الدهليه، قعدنا نستشيره ايه السيناريوهات اللي بتحصل، ايه المشاكل اللي بتحصل اثناء عمليه الاطفاء، قعدنا معاه اكتر من مره بحيث ان احنا نفهم المشاكل. فليه قال لي لا الميه مش هتنفع بس، لا لازم تضيفوا الفوم، لازم تعملوا عمليه ميكسنج الفوم مع الميه. بعد كده تمام، لا لازم نضيف برده الاسطوانات، ضيفنا الاسطوانات بنتحكم فيها عن طريق حاجه اسمها السولونايت فالف، فضيفنا اكتر وسائل ممكنه للاطفاء في الروبوت. طب هل ده يا باشمهندس يعني احنا شايفين على الهواء صور الروبوت مره تانية، هل حجم الروبوت ده يحتمل كل وسائل الاطفاء؟ يعني يحتمل وسائل اطفاء بالمياه، بالفوم، بالمواد التانية، كميات ممكن يعني يزود بيها الروبوت للاطفاء؟ هو الفكره ان الروبوت الميه مش بيبقى جوه الروبوت، الميه دي بيتم تزويدها عن طريق عسكري او عن طريق عربيه الاطفاء في مكان تاني، في مكان تاني ولا في نفس المكان؟ في مكان اصلا، اي مكان، اي مصنع بيبقى فيه عسكري او بيبقى فيه مكان لضخ الميه، فهو بيسحب خرطوم وبيتحرك بناء على كده. الفكره ان هو بيقدر يتدخل بعيدا، يعني مثلا الخرطوم بيبقى طويل فبيقدر يتدخل في مكان الحريق، هو لازم يسحب لان مهما احط كميه ميه جواه مش هتكفي. فالروبوت بيدخل الميه، بياخد الميه منه بيرضخها عن طريق مدفع الميه. بس الفكره برضو ان هو العسكري او الشخص اللي بيتحكم بالروبوت بيقف على مسافه بعيده جدا، بحيث ان هو لو في خطور عليه او في مثلا احيانا بيحصل ان مثلا في دخانه فهو مش هيشوف حاجه، طب هيعمل ايه؟ بقى في كاميرا حراريه جوه الروبوت تمكنه انه يشوف مكان النار فين بالظبط وسط الدخانه. تمام. طيب قدمته ازاي لمسابقه تحدي الصناعه اللي اقامتها اكاديميه البحث العلمي، وما شاء الله يعني خدتوا المركز الاول بلا منازع، يعني حاجه كده عظيمه جدا. ازاي تقدمتوا لهذه المسابقه واهميه المشاركه في مسابقه بعنوان تحدي الصناعه في مصر؟
هو الفكره زي ما قلت لحضرتك ان احنا حاولنا او يعني 99% من المشروع بتاعنا كان متصنع في مصر، يعني احنا كان في قطع كتير يعني المفروض نشتريها، فكان الهدف من المسابقه دي ان هو يحفز الشباب او كليات هندسه ان هم يقوموا بتصنيع الروبوتات في مصر او المشاريع الهندسيه بشكل عام. فالمشروع بتاعنا كان بيحقق الغرض ده اللي هو بالكامل 99% متصنع في مصر بمكونات محليه. فاحنا لما جينا نقدم في المسابقه كان في شروط، كان حوالي 168 فريق قدم على مستوى كل جامعات الجمهوريه. في تصفوا كان 35 جامعه، تصفوا في الاخر على 30 فريق. بعد كده تم تصفيتهم خالص ل 15 تقريبا او 18، بعد كده تصفوا من الثلاث فرق اللي هم الفايزين اللي هم احنا والفرقتين الثاني والثالث. مراحل التقييم باشمهندس محمد بتتم ازاي من قبل اللجنه الخاصه بمسابقه تحدي مصر للصناعه؟ تحدي مصر للصناعه ما كانش هيقيمنا على اعتبار ان احنا مشروع تخرج، لا احنا بنقيمنا على اساس ان احنا ستارت اب او ان احنا مشروع دخل حيز التنفيذ. فبجانب المشروع وبجانب الفيزيكال البودي بتاع المشروع انت لازم يبقى عندك بيزنس بلان، لازم يبقى عندك بيزنس موديل كانفاس، لازم يبقى عندك دراسه جدوى كوست اناليسز، عشان ده ما بقاش مشروع تخرج، لا انت بقيت داخل مسابقه ممكن يبقى فيه حاضنات اعمال هتتبنى الحاجه دي. فكان لازم ندخل في المجال ده، والمسابقه وفرت لنا زي كورسات او دورات تدريبيه على البيزنس على الفاينانسز على الماركتنج لاعضاء التيم، وعملنا كل جزء من دول. التقييم كان فيه تقييم للجزء للمشروع كهيكل او كحاجه فيزيائيه قدامهم، كان فيه تقييم على الكوست اللي احنا عملناه والارباح اللي احنا ممكن نجيبها لما يدخل حيز التنفيذ ويبقى ستارت اب، كان في تقييم على البيزنس موديل اللي احنا عملناه وهل هو حاجه فيزبل ولا لا، هل هي حاجه ليها جدوى ولا حاجه موجوده زيها زي كتير مش هستفيد منها حاجه. فده كان التقييم. باشمهندس حسين كلمه مهمه جدا قالها باشمهندس محمد نجاح، هي حاضنات الاعمال، لانه اهميه المشروع انه يطبق. يعني المشروع مش كلام نظري، المشروع لازم يبقى يطبق ويبقى يدخل منشآت صناعية ويبقى فيه خدمة تقدم من خلال هذا الروبوت. يعني لأي مدى حصل بيسموها التشبيك، إزاي حصل التشبيك ما بين حضراتكم مثلا في كتيم وشركات أو حاضنات أعمال؟ هل اشتغلتوا راسلتم بعض الشركات؟ هل حصل تواصل مع بعض الجهات اللي ممكن تكون تتبنى مثل هذه الفكرة وتطبقها بشكل واقعي في مصانع مصر؟ هو في البداية خالص كان هدفنا من المشروع كان شكل هندسي فقط. بعد كده لما دخلنا المسابقات، مسابقة مصر للصناعة دخلتنا تدريبات، التدريبات دي فهمتنا ان اي مشروع بدون ما يكون ليه جدوى مالية او جدوى اجتماعية ملوش لازمة. فكان طورنا بقى ساعتها، لا غيرنا من اهداف المشروع بحيث ان هو يتناسب مع الستارت اب. بعد كده عملنا البيزنس بلان، عملنا الكانفاس، بعد كده لقينا في فعلا احنا لما المشروع بتاعنا انتشر او اتشهر في فعلا الناس تواصلت معنا عايزين يتبنوا المشروع بحيث ان هو يبقى ستارت اب. حلو جدا. يعني كان في برضو مسابقه ترشحنا ليها ب 2 مليون جنيه تبع اكاديميه البحث العلمي كذلك، يعني احنا خلاص عشان خدنا مركز اول لا خشوا بقى ايه حاجه اكبر شويه. فهو الفكره ان احنا فعلا طور يعني اكاديميه مصر للصناعه واكاديميه البحث العلمي كانوش بس مجرد تطوير هندسي او ان احنا نعمل مشاريع هندسيه، لا لازم نعمل ستارت اب، نعمل بزنس بلان، لازم نطور من نفسنا بشكل مالي. ان شاء الله المره الجايه اللقاء اللي جاي كده في صباح الخير مصر يكون عندكم شركه وعاملين ستارت اب محترم وتفوزوا كمان بجوائز عالميه كمان ودوليه، لانه في مسابقات كتيره جدا في الروبوتس، واعتقد ان دي فكره جديده ومبدعه. بشكركم شكرا جزيلا، شكرا ومره ثانيه ببارك لكم. اتفضل. هو بس انا كنت حابب اشكر الدكتور ابراهيم نبيل ودكتور احمد عسكر المشرفين على المشروع، يعني ساعدونا طول على مدار السنه كامله اثناء عمليه تنفيذ المشروع، يعني سواء مرحله التصميم او التنفيذ، يعني هم الدكاتره المشرفه علينا في المشروع. احنا كمان بنشكرهم. بشكرك شكرا جزيلا باشمهندس حسين والباشمهندس محمد نجاح، والمشروع الاول الفائز في مسابقه تحدي مصر للصناعه، يعني ميكا بايروس زي ما هو قال لنا، ميكا دي من اللغه اللاتينيه ميكانيكا، وبايروس يعني النار باللغه اللاتينيه، زي مواجهه النار من خلال الروبوتس، حاجه عظيمه جدا وتدعو للفخر وابداع من المنصوره، من مهندسين كليه الهندسه جامعه المنصوره.